بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مليون مبروك لنادي الزمالك التأهل للسيمي فاينل دوري الأبطال رغم الخسارة 1-0 من الترجي في العودة، لكن تأهل مستحق تماما لنادي الزمالك بعد ما قدر يتعامل مع الترجي بشكل ممتاز في الثلاث مباريات، ببدأ من عند السوبر وطبعا وصولا لمواجهتي دور الثمانية دوري الأبطال. كارتيرون تعامل مع الثلاث مباريات بالفايدة اللي هو طلع منها، هو خد فعلا في الثلاث مباريات كل اللي هو عايزه في السوبر، لعب الاسلوب اللي مكنه انه ياخد الكاس، في ماتش الذهاب لعب الاسلوب اللي مكنه ان هو يقدر يرجع فيه النتيجه رغم تاخره بهدف نظيف في النص ساعه الاولى وانهى المباراه 3-1، والنهارده رغم الخساره خد بطاقه الترشح من رادس وسط اجواء يعني جماهيريه كانت حماسيه جدا، وماتش لحد ما شفناش فيه بصراحه كوره، الماتش كان مخنوق جدا بسبب التدخلات الثنائيه الكتيره وكمان التوقفات الكتيره عملها حكم اللقاء، ولكن في وجهه نظر الحكم ما ظلمش حد بصراحه، كل قراراته اعتقد كانت عادله، وقف اللعب كتير وعطله، لكن القرارات في المجمل كانت عادله ونادي الزمالك استحق الصعود. ليه النهارده ما شفناش كوره في ارض الملعب؟ ما شفناش حتى الترجي، حتى في وجهه نظري لما لعب هنا في القاهره لعب في الشوط الاول كان افضل بكتير من مباراه الاياب، اكيد طبعا كان فيه غيابات كتيرة، لكن اهم واحد اعتقد النهاردة الترجي تضرر بسبب غيابه هو بنغيث لاعب خط الوسط، هو اكتر لاعب فعلا واضح جدا نادي الترجي تأثر بغيابه بخلاف طبعا الشطي الباك الشمال، ولكن اكيد غياب بنغيث اثر كتير على مجريات المباراة بالنسبة للترجي في نص ملعب. تعالوا نتكلم ببساطة على البورد عشان نشرح الخناقة اللي حصلت في الشوط الاول. الشوط الاول طبعا يعني بدايه حماسيه قوي والترجي بياخد ركله جزاء وبيتقدم في النتيجه وبقى على بعد هدف واحد من التاهل، لكن المباراه اتخنقت، وسبب الخنق ده الاسلوب اللي لعب بيه نادي الزمالك. كارتيرون اجبر الترجي انه يلعب بالاسلوب اللي هو عايزه وهو الكرات الطوليه. احنا شفنا يعني ماتش ما بين الفرقتين في الكرات الطوليه، نادي الترجي بيحاول يعمل بيلدينج اب، وكان يعني حمدو الهوني اللي اتكلمت عليه كتير قوي في ماتش الذهاب في القاهره هنا واتكلمت عليه كتير قوي في ماتش قطر ما ظهرش في ال 45 دقيقه الاولى، رقابه صارمه من الثلاثي زيزو وطارق وحازم امام، كان في كماشه على حمدو الهوني، الامر اللي خلاه يبعد تماما عن منطقه الخطوره ويضطر ينزل كتير لنص الملعب عشان يعمل دور البلاي ميكر، ما عرفش خلاص حمدو الهوني اتمسك، وطبعا في غياب بنغيس نادي الترجي خسر تماما كل اللعيبه اللي بتبني له الهجمه، وبالتالي كان مجبر جدا على الرباعي الدفاع لما يوصل للمنطقه دي وهو بيحضر الهجمه. طبعا نادي الزمالك كان بيلعب زون ديفنس من نص ملعبه ما بيتغطش طول الملعب خالص ومرتكز تماما في غلق منافذ اللاعب في نص ملعبه، وبالتالي الترجي قعد يلعب الكرات الطوليه. نادي الزمالك كان بيتخلص منها، وكمان ساعد فيها ان الحكم خد قرار من بدايه المباراه اي تدخلات ثنائيه في نص كل ملعب هحسب الفاول لصاحب الملعب، يعني الكره الطوليه في تدخل ثنائي في نص ملعب نادي الزمالك يبقى الفاول للزمالك، في كره ثنائيه في نص ملعب الترجي يبقى هحسب الفاول للترجي وريح دماغي ومش عايز مشاكل ومش عايز وجع دماغ، وده اللي حصل والامر اللي افاد نادي الزمالك. وكارتيرون اول ما لقى ده قال للعيبه نادي الزمالك مش عايزين نهاجم ولا عايزين نهدد خالص مرمى بن شرفية، الشوط الاولاني الزمالك ملوش ولا هجمه على مرمى بن شرفية، الشوط الثاني هنبدا نتكلم عليه، ولكن في الشوط الاول مفيش هجمات، نادي الزمالك كان كل همه انه يخرج بالكوره ما توصلش نص ملعبه خالص، والترجي فاشل تماما في مساله صناعه اللعب. اللعبه الوحيده اللي حاولوا يعني لما لقوا ان حمدو الهوني مقفول عليه تماما كانت بتتلعب الكرات الطوليه ورا عبد الشافي لصالح ايهاب لمباركي، وبصراحه نادي الزمالك كان قادر يعمل اوفسايد تراب او مصيده تسلل بشكل جيد جدا، وايهاب مباركي ما قدرش انه يظبط انطلاقاته من ورا عبد الشافي. ده بالظبط الكورتين الترجي حاول يعملهم الشوط الاول. انا كنت اتكلمت كتير قوي على الترجي في يعني المناسبات الماضيه وقلت ان الترجي بيفقد جهده البدني بعد الدقيقه 60، اول ما الدقيقه 60 بتعدي الترجي بيقع بدنيا كل اللعيبه، ده يعني ستايل فرقه، الفرقه كلها واضح جدا الفرقه دي بتلعب 60 دقيقه بس، ولو نادي الزمالك قدر يوصل ليه
النتيجه اللي هو عايزها خلاص شكرا، يبقى النص ساعه الاخيره دي ما تقلقش منها خالص. وبالفعل اللي حصل في الشوط الثاني، الترجي حاول في الربع ساعه عن طريق حمدي رميل لما اخترق ان هو يحاول يعمل الكرات العرضيه لكن ما قدروش، وفضلوا 100 دقيقه 60 لغايه نهايه المباراه الكرات الطوليه وياخدوا فاول في نص الملعب ويلعبوا كرات طوليه، وبالتالي ما كانش في اي خطوره على مرمى ابو جبل سواء في هجمه وحيده فقط اللي هي وصلت ليه حمدي الهوني وشاطها على الارض. بصراحه تصدي كان اعجازي من ابو جبل، دي الهجمه الخطيره الوحيده للترجي في الشوط الثاني، ممكن نقول عليها هجمه فعلا كانت بتهدد مرمى، لكن بصراحه ابو جبل تصدى للكره دي تصدي اعجازي. ليه؟ لان كان في كذا لعيب واقف قدامه ومانعين عنه الرؤيه، وبالتالي كان ممكن يتفاجئ بالكره في الشبكه. قدر بصراحه برد فعل عالمي، برد فعل ان هو يتصدى للكره ويمنع الهدف الثاني للترجي. طبعا عايز اشيد بتغييرات كارتلون في نهايه المباراه، تغييرات افادت القوه البدنيه لنادي الزمالك، وكمان حاولت على قد ما يقدروا ان هم ينقلوا الكره لنص ملعبه. وده ببساطه ملخص المباراه تكتيكيا. نادي الزمالك استحق بدون شك التاهل للسيمي فاينل، ان شاء الله يستنى مازيمبي والرجاء، وباذن الله كل دعواتنا للنادي الاهلي بكره في مواجهه سان داونز ان هو يتاهل عشان يبقى عندنا فرقتين في السيمي فاينل. باذن الله نستنى ان شاء الله فاينل مصري خالص في اول بطوله لدوري الابطال هيتلعب الفاينل فيها من مباراه واحده. ده كان تحليل سريع لمباراه الترجي ونادي الزمالك. مبروك لنادي الزمالك، وان شاء الله اشوفكم في تحليل مباراه الاهلي وسان داونز. شكرا جزيلا، كلام سعيد.